السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. جبت لكم وصفة المادلين اللي يحبوها الصغار والكبار، خاصة يحبوها الصغار، الأطفال يحبوها بزاف، يحبوا يعبيوها معهم كلمجة. الوصفة سهلة وسريعة التحضير، تقدروا تمدوها حتى لبناتكم الصغار يحضروها وتعطي كمية كبيرة. إليكم المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. باش نحضروا هاد المادلين نحتاجوا هنا 5 حبات بيض، كما راكم تشوفوا نحتاجوا هنا الاناء واسع نمشي نخدم بالباتور. كما تقدروا تخدموا بالبيتخان كما اللي عندها الكلي بلاندور، تنجم تاعك تخدم بالبلاندور كذلك. نزيد لها 160 غرام تاع السكر، نزيد كيس سكر فانيلا او ملعقه صغيره تاع الفانيلا، سواء كانت عندكم سائله سواء بودره. نزيدوا رشه تاع الملح، نزيد 80 ملل تاع الحليب، نرمي كلشي خطرة واحدة. نبدا من بعد نزيد 180 ملل تاع الزيت، هي كوب تاع الشاي هذاك الكبير، شوفوا غير مملوء. ونبدا نخفق هاد المواد جميعا. خلطت هذوك المواد السائلة، الان نضيف 300 غرام تاع الدقيق، ونضيف كيس ونص تاع الخمارة الكيميائية يعني 15 غرام. نغربلها انا طبعا ونعاود نخلطها دائما بالباتور. نزيد حتى الخميره الكيميائيه نغربلها ونخلط كل دائما بالباتور. حصلنا على هذا الخليط، خليط يكون هكذا خفيف كما راكم تشوفوا. عندي هكذا مول تاع الكاب كيك او لي مادلين، عملت فيه لي كيسات هاد الصحون الورقيه ونبدا نعمر. ما كانش عندكم هذا المول، اي لي مول تاع المادلين اللي يكونوا عندكم عمروهم ثلث ارباع. الفرن سخن على درجه 180 درجه مئويه، نخليه حتى ينتفخ كاملا ويرفد هذاك اللون الذهبي. هنا التزيين من الفوق كما تحبوا، لي زامون دي فيليت، هذيك لي فيرميسال اللي عندكم، هذاك حبوب السكر حبيبات اللي متواجد عندكم، تجمو تعملوا مام سكر كريستاليزي تعملوه. هنا بعد ما ملعت كاع الكميه اللي كانت عندي، انا عطاتني هنا 19 حبه، قادرين لا استعملتوا لي كيسات صغار متواجدين هنا في بلادنا الكبار والصغار تعطيكم اكثر. انا هنا راني ماشي نستعمل السكر فقط، السكر العادي لي سوك كريستاليزي، تقدروا هنا تزينوا باش ما حبيتوا. ندحيها طيب ونشوفوها من بعد. وهذا هو المادلين تاعنا بعد ما طاب، كما راكم تشوفوا نتفخ، عطى اللون الذهبي، خذا اللون الذهبي. نشوفوا ان شاء الله في صحن التقديم، نشوفوا كيفاش جا المادلين. نحل لكم حبه، شوفوا كيفاش جاو. وهذا هو الشكل النهائي تاع المادلين تاعنا، جا كيما يحبوه الاطفال، يحبوه هكذا كهشيش. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تعملوا لايك لا فيديو، تبارطاجيو لا فيديو، واللي اول مره تزور قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. اشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.